بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. أضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: تكثر الشائعات والأخبار الكاذبة في المجتمعات، ويتناقل الناس أخبارا كاذبة تؤثر على الآخرين، فما خطر نقل الشائعات وما الأثر المترتب عليها في شريعتنا الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا شيء قديم، نشر الشائعات والأكاذيب والمرجفات، هذا شيء قديم حذر الله منه القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله جل وعلا أمر بالتثبت في الأخبار، وإذا ثبتت فما كان للناس فيه فائدة فإنه ينشر، وما كان فيه مضرة أو فيه تشويش فإنه لا ينشر بل إنه يكتم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هذه الأمور تترك لولاة الأمور، هم الذين يعالجونها. إذا كان هذا يتعلق بالمجتمع فإن هذا يترك لولاة الأمور والعلماء، هم الذين يعالجون هذه الأشياء، ولا تكون مطروحة في المجالس تلوكها الألسنة وتخوف الناس. فهذا هو الذي يجب تجاه الشائعات، والإسلام حذر من هذا وتوعد، فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالواجب أن هذه الأمور يتثبت منها، فإن ثبتت وفيها مضر وفي إفشائها مضرة أو سوء فهم فإنها أيضا لا تنشر، وإنما يوكل أمرها إلى ولاة الأمور والعلماء. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي الشريف؟ الحديث القدسي هو ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه من عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه ويبلغه لأمته. وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه وحيا من الله عز وجل ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت أرتكب بعض المخالفات فأردت التخلص منها حينها، فأقسمت على أن أصوم 10 أيام في كل مرة أقوم بها من بعد تلك النهي عن تلك المخالفة، فالآن علي عدة مرات، فماذا يترتب علي الآن وقد تبت إلى الله توبة نصوحة؟ ترتب عليك عن كل نذر كفارة يمين، يلزمك كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم 3 أيام، لأنك لا تقصد بهذا النذر القربة التقرب إلى الله، إنما تقصد منع نفسك من هذا الشيء، فهذا نذر يجري مجرى اليمين وتحله الكفارة. نعم. تقول هذه السائلة: امرأة توفي عنها زوجها وهي في مدينة وأهلها في مدينة أخرى ولا يوجد لها محرم، هل يجوز لها الانتقال إلى مدينة أهلها لإتمام المدة؟ إذا كانت لا تقدر على البقاء في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه لأنه ليس عندها أحد ولا تستطيع البقاء في البيت،
فإنها تنتقل إلى أهلها للضرورة. أما إذا كان يمكنها أن تبقى في البيت وحدها وهي آمنة أو معها من يكون معها فإنه يجب عليها أن تبقى في البيت، لأن هذا من أحكام العدة. قال صلى الله عليه وسلم: متوفى عنها أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: ما حكم الحلوى واللحوم التي تأتينا من الجيران دون طلب منا كصدقة، وذلك في أيام المولد النبوي؟ هذا المولد مبتدع، وصنعة الطعام فيه من البدع ومن اتخاذه عيدا، وليس في الإسلام أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عداها فهي أعياد مبتدعة، وصنعة الطعام فيها لا تجوز، فلا تقبلوها، وقولوا لهم: هذا شيء لا يجوز ولا نقركم عليه، لأنكم إذا قبلتموها وأكلتموها فقد أقررتموهم على هذه البدعة. نعم. وصلنا هذا الفاكس من أبو سعد من جدة، يقول: يا شيخ، إذا بقي على المرأة أيام من رمضان لم تصمها لعذر ودخلت أيام العشر، فهل يجوز لها أن تصوم هذه الأيام العشر بما فيها يوم عرفة نفلا قبل أن تقضي أيام رمضان الباقية عليها، أم تصوم هذه الأيام العشر بنية القضاء؟ الواجب عليها أن تصوم ما أفطرت من رمضان قضاء، وقت القضاء موسع إلى ألا يبقى على رمضان القادم إلا قدر هذه الأيام، فإنها يجب عليها الصيام حتى يأتي عليها رمضان وقد أدت صيام الشهر الأول. لا مانع أن تصوم عشر ذي الحجة، أن تصوم يوم عرفة ولو لم تقضي أيام رمضان، لأن قضاء رمضان موسع وهذه أيام تفوت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله يقول لي سؤال عن شهر رمضان، وهو الملاحظ في أيام الإجازة في شهر رمضان، ملاحظ على البعض من الناس هداهم الله بأنهم يسحروا إلى الفجر ثم ينامون ولا يستيقظون إلا مع أذان المغرب، ما حكم هذا التصرف؟ آمل بسط الإجابة في هذا السؤال لأنه يكثر وخصوصا في رمضان والإجازة. نعم، حتى لو لم يكن في إجازة هذا حرام، تضييع للصلوات اليومية، يأتي عليه ربما أنه ينام قبل الفجر فيأتي عليه الفجر والظهر والعصر ولم يصلي، وإنما يقوم للإفطار لملء بطنه، يقوم للإفطار ويصلي المغرب، والسبب في هذا هو السهر، فهذا سهر محرم. السهر الذي يثبط عن أداء الفرائض في أوقاتها ومع الجماعة هذا سهر محرم، ولو كان في صلاة الليل، لو كان يصلي الليل ويتهجد أو يتلو القرآن، إذا كان سهره يترتب عليه ترك صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، بل صلاة الظهر صلاة العصر كما جاء في السؤال، فهذا عمل محرم، وعلى من فعله أن يتوب إلى الله عز وجل وينام بقدر ما يستريح لأجل أن يقوم للسحور ولصلاة الفجر مع الجماعة، فهذا في وقت فاضل ضيعه في النوم، والسبب في هذا هو السهر الذي سهره بالليل، هذا سهر محرم لأنه يسبب ترك الواجبات. نعم. هو يقصد طبعا إجازة طلاب المدارس، كله سواء إجازة أو غيرها، المسلم مسلم في أيام الإجازة وفي غيرها، يحافظ على الصلاة في أوقاتها، والذين هم على صلواتهم أو في القراء في الآية الأخرى على صلاتهم يحافظون، حافظون، قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى من المحافظة عليها أداؤها في وقتها مع الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث أحب العربية لثلاث لأنني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي؟ لم يثبت هذا الحديث، هذا يذكره النحاة في مقدمة مؤلفات النحو، وهو لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والعربية لا شك أنها أفضل اللغات وأفصح اللغات، وهي لغة القرآن الكريم بلسان عربي مبين، كفاها بذلك فخرا أنها لغة القرآن الكريم ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: آمل منكم أيضا توضيح صحة بيان الحديث التالي والقيام بشرحه،
كشف بعض البدن ليصيبه المطر، وذلك عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. نعم، الحديث ثابت، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه أنه يخرج للمطر ليصيب بدنه الشريف، لأنه ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فهو مبارك، وكما في الحديث حديث عهد بربه عز وجل، ففيه بركة وفيه خير، هذا سنة نبوية. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز بيع السيارة بأغلى من ثمنها لأنها بالأجل؟ نعم، كل السيارة وغير السيارة يجوز بيعها مؤجلا مع زيادة في الثمن، لأنه ما يبيعون مؤجلا إلا إذا كان هناك زيادة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أفيدونا عن صحة هذا الحديث؟ الحديث صحيح، وفيه تحريم التشبه أحد الجنسين في الآخر، وأنه يستحق اللعنة، واللعنة لا تكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. تشبه الرجل بالمرأة محرم وكبيرة، تشبه المرأة بالرجل كذلك محرم وكبيرة، لهذا الحديث وأمثاله. نعم. يقول: أرجو أن تفسروا الآية الكريمة في سورة طور في قوله تبارك وتعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. نعم، الله جل وعلا يتحداهم وينكر عليهم أنهم يحكمون على المستقبل، يحكمون على المستقبل ويقولون سيحدث كذا وسيحصل كذا، مع أنهم لا يعلمون الغيب، إنما علم الغيب خاص بالله عز وجل. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وادعاء علم الغيب من نواقض الإسلام ومن أسباب الردة، لأنه مشاركة لله، لأنه يزعم أنه يشارك الله في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فهم بحكمهم على الرسول وعلى أنه ليس بصادق في رسالته، وأنه ما هناك جنة ولا نار، وأن ما أخبر به الرسول ليس بصحيح، الله جل وعلا يقول: أم عندهم الغيب يعلمون أنه ما هناك جنة ولا هناك بعث ولا نشور ولا ليس عندهم علم من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل أبو محمد: في عائلتنا نسمي البنات بأسماء القرآن، سندس وهاجر، ما رأيكم في ذلك؟ مأجورين؟ هذا تكلف، هو الجواز يجوز، كل اسم ليس فيه معنى محرم إنه يجوز، ولكن التكلف بتسمية البنات بأسماء من ألفاظ القرآن ومسميات القرآن هذا تكلف، والبنات من قديم تسمى رقية ومريم وعائشة وهكذا، أسماء المتداولة والمتوارثة، ولا سيما أسماء الأمهات والجدات والأخوات. نعم. أحسن الله إليكم، هذا مصالح يقول: فضيلة الشيخ، أحب أن أقرأ عن سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن تحدثوني عن صفة الوحي وهيئته الذي كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بما ورد في السنة. الوحي كان ينزل به جبريل عليه السلام. الوحي على قسمين: وحي إلهامي بدون واسطة الملك، هي يلقى في روع الرسول صلى الله عليه وسلم، ووحي بواسطة جبريل ينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم، كلاهما حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه كان ثقيلا عليه ذلك، ويتأثر به، ويعرف ذلك من حالته عليه الصلاة والسلام. الوحي من الله هذا من آيات الله، من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما العمل الصالح الذي
يصل إلى الوالدين وأقوم به، حيث أنني الحقيقة كنت مقصر مع والدي ووالدتي وندمت بعد رحيلهما عن هذه الدنيا. يبقى من برهما بعد موتهما يبقى الدعاء لهما، أكثر من الدعاء لهما، الصدقة عنهما، الحج والعمرة عنهما، صلة الرحم المرتبطة بهما، حتى الصديق، حتى صديق الوالد تبر به، لأن هذا من بر الوالد كما جاء في الحديث. إذا كان لهم وصايا تنفذها، إذا كان عليهم ديون تقضيها، وهكذا. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال من أحد الإخوة، يقول: أنا تركت الصلاة مدة 10 سنوات وقد تبت إلى ربي وبدأت أحافظ على الصلوات بأوقاتها وبانتظام والسنن الرواتب، وتحيرت هل أقضي الصلوات التي قمت بتركها، وما نصيحتكم لمأجورين؟ إذا كنت حين تركك لها لا تقر بوجوبها ولا تراها واجبة وفريضة، هذه ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين. فإذا تبت إلى الله ودخلت في الإسلام من جديد فحافظ على الصلاة في حياتك الباقية. أما إذا كنت تعترف بوجوبها وتركتها تكاسلا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب عليك القضاء أو لا؟ والصحيح الراجح أنه لا يجب عليك القضاء، بل يجب عليك المحافظة على الصلاة في مستقبل حياتك، وما فات حين تركك للصلاة ولو تكاسلا متعمدا لست على الإسلام في تلك الفترة. فإذا تبت إلى الله دخلت في الإسلام من جديد، فحافظ على صلاتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سوداني نختم به هذه الحلقة، له سؤال يقول بأنه مقيم وراعي للغنم وراتبي قليل جدا وعازم إن شاء الله على الحج هذه السنة، فأي المناسك أخذ به؟ المناسك تخير بها وهي ثلاثة: التمتع وهو الإحرام بالعمرة ثم أداؤها، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم أداؤها، ثم الإحرام بالحج في يوم التروية أو قبل أو بعده أو قبله، ثم تؤدي الحج وتذبح فدية التمتع. فإن لم تجد إنك تصوم 10 أيام: 3 أيام في الحج و7 بعد الحج إذا رجعت. والثاني الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد، وتتداخل العمرة مع الحج فتنوي القران وتطوف لهما طوافا واحدا وتسعى لهما سعيا واحدا، لأن العمرة دخلت في الحج، وتذبح فدية أيضا لأنك جمعت بين نسكين بنية واحدة وإحرام واحد، فهو مثل التمتع وهو تمتع أيضا. والثالث الإفراد، أن تحرم بالحج فقط ليس معه عمرة لا قبله ولا معه، هذا يسمى الإفراد، هذا ليس فيه فدية، ليس فيه فدية، وتؤدي أركانه وواجباته وما تيسر من سننه وليس عليك فدية. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في حلقة برنامج نور على الدرب. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.